السلام عليكم ورحمة الله، معكم أنور العشير من قناة بيكام إنجينير أكاديمي. غادي نشوفوا الجزء الثاني من البوتستراب فورمز، دونك باقي عندنا فيديو آخر إن شاء الله ديال الفورم فاليديشن، نشوفوا شي حويجات ممكن نديرهم الفورمز. داكوغ، المهم في هذا الفيديو إن شاء الله شفنا في الفيديو الفايت كيفاش كنتعاملوا مع الانبوتس، كيفاش كنستيليوهم. دابا غادي نشوفوا كيفاش نستيليو دوتغ شوز. داكوغ، دونك أول حاجة نكري واحد الفورم. داكوغ، الأكشن ما عندي ما ندير بها. وسط من هاد الفورم غادي يكون عندي واحد الانبوت. داكوغ، هاد الانبوت هذا يكون عنده بعدا قبل من الانبوت خصنا قلنا نديرو الليبل، ياك متفقين؟ دونك الفور ديالو يكون اكزومبل كومنت. هنا كومنت، بيان سور ان فوا شفتو كومنت عرفتو شنو بغيت ندير. بيان سور فين نكتب كومونتير ما نكتبوش في انبوت، يعني غادي نكتبو في تكست اريا. دونك تكست اريا قلنا الاي دي كيخصو يكون كومنت. بالنسبه لي كولون عندي 30، روز 10 بزاف، اللي راهي 5. اي فوالا. دونك تكست اريا كيفاش نقدر انني نستايليها؟ دونك الكلاس باش كان نستايلي واحد تكست اريا هو فورم كونترول تسمي. اي فوالا، لاحظتوا كيبان عندي شكل مستيلي ماشي بحال لوطخ. بالنسبه لليبل قلنا نقدروا نعطيو واحد الكلاس ديال لي كونترول ليبل. كونترول ليبل داكوغ، كونترول اس اي اكتواليزي. قلنا ما كيكونش شي شونجمون اللي هو كبير. داكوغ، دونك من بعد نديكلاري واحد تشيك بوكس. هي نورمالمون من الافضل ما كنديكلاريهمش كل حاجه، كنديكلاري وسط واحد ديف خاصه بها ولكن ما عليناش. داكوغ، دونك غادي نديكلاري واحد ليبل سميه مثلا تشيك بوكس، ما عليناش، المهم سميه الساعة. بيان سور نتوما ما تسميوش تشيك بوكس، تسميوه السميه ديالو شنو بغيتو ديرو فيه. دونك هاد الليبل هذا عندنا واحد الانبوت، انبوت اوف تايب تشيك بوكس. بيان سور تشيك بوكس مثلا، واخا تشيك بوكس واحد، المهم باش بلا ما نبقى نفكر نحمق راسي. اكتواليزي اي فوالا. بالنسبه للتشيك بوكسز يعني سميتهم اش بغيت نقول، الاخر اللي كنعطيوه الكلاس اللي كتاخد، تتاخد كلاس تشيك بوكس. داكوغ، شنو درت؟ فهمت فين مشات؟ رجع كنترول اكس، غنديكلاري واحد ديف نعطيوها كلاس تشيك بوكس. فهمت؟ جيت نكولي لقيتهم اختفاو، ما عليناش. فوالا، المشكل ديال اللي كيوقع ليا في تشيك بوكس فوالا ان كطلع فوق يعني الليبل ديالها. داكوغ، دونك هنايا يعني سوا كنخدمو بسميتو ب يعني بالستايلين ديال سي اس اس، نقدر نزيد واحد شويه ديال المارجين بيناتهم ولا بادينغ ولا المهم على حساب شويه ديال الاسباس باش كنبعدهم بيناتهم. دونك كاين الحل، ولكن المهم التشيك بوكس اللي كتخدم هي هادي. عندي واحد التشيك بوكس واحد باغدون تشيك بوكس، عندي واحد الكلاس اخر اللي هو ديسايبلد. ديسايبلد فوالا 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 اكتواليزي، يعني نورمالمون ما كيمكن لياش لاحظوا فاش كنجيب عليها ما خصنيش نكوشيها، ولكن من الافضل انني ما نديكلاريهاش كوم كلاس. خلاص هنا كيمكن ليا ديريكتومو في الانبوت ندير ديس ايبلت. داكوغ، واش كاينه في الاتش تي ام ال 5؟ فوالا، ما يمكنش ليا نسيليكسيونها. اما ديكلاريتها في الكلاس راه واخا كان سيليكس، واخا هكا كيمكن ليا نسيليكسيونها. دونك شنو عندنا اخر هنا؟ واحد الحل نشوف شي بغيت يصدق ولا لا، واخا جو بونس كو ما غاديش يصدق.
هنا علاش درت هكا؟ باش نحيد هاد تشيك بوكس داكوغ، بحال ندخلها هادي كاملة وسط الليبل داكوغ، غير باش نحيد داك المشكل ديال سميتو ديال ان تجي وحدة فوق وحدة داكوغ. كنديرو هاد الحل هذا صافي. شنو اخر؟ شنو اخر مثلا؟ عندنا الراديو باتنز حتى هما داكوغ. دونك نشوفو دونك عندنا ديفا نعطيوها كلاس اولا، بلاتي ديف ما نعطيوها والو هاد الساعة. دونك الليبل ولا بلاش، واخا خليوه ليبل فور راديو داكوغ، نعطي لها اي دي لاول ما نضيعش الوقت، عندي الانبوت وسط منه. تايب ديالها راديو داكوغ، هاد الراديو هادي مثلا ميل ميل ولا في ميل فوالا. هنا غادي نعطيها كلاس راديو اكتواليزي. تلاحظوا واحد شويه شونجمون فوالا، يعني ماشي شي مهم، ماشي شي حموريه كيما خلا هذاك خينا اللي حرق الضو في الدور البوليسي، قالو حركتي الضو احمر، قالو ماشي شي حموريه الشاف، نفس الديكور. المهم ماشي شي شونجمون، ولكن فوالا يعني بعدا الستيل الكتابه هكا كيكون حسن من يعني العادي داكوغ. بقاتنا نشوفوا اخر حاجه ونحبسوا هذا الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف، هما سيليكت باتنز داكوغ. دونك هنا ندير واحد السيليكت، يعني نورمالمون سيليكت نقول سيليكت اوبشنز ماشي سيليكت باتنز، لان ماشي دي بوطون. دونك اوبشن 1 باغ اكزومبل، واحد اوبشن 2 جوج، فوالا. هذا هو سميتو، هذه هي السيليكت ليست، يعني يكون فيها دي زيليمون نقدر نسيليكسيون منهم. هنا كنقدر نجي ديريكتومون سيليكت وكنعطيها كلاس فورم كونترول داكوغ. بيان سور عارفين كنا الفورم كونترول شنو كدير، غتخلي لنا هادي تشد 100% من الويث اي فوالا. يعني بعدا كتولي شويه واخا كتولي شويه مستايل ستيديا. بيان سور هنا الا بغيت تشد كلشي من الويث كنقدر نجي ونقول لها الا مولاتي كول اكس اكس 3 داكوغ، يعني من اكسترا سمول كول اكس اكس 3 داكوغ. علاش ما عطاتنيش كول اكس اكس 3؟ وي باردون، قلنا بان هاد سميتو كتخدم في لي ديف، دونك خصني نديكلاري ديف اي فوالا. وكذلك نهز هاد الكود كومبلي ديال سيليكس باتن اونكولي هنايا صافي سي بيان. دابا خصها تخدم بالسيف هنا فوالا، هنا يعني ثلاثة ولا أربعة ولا ستة على حساب انت داكشي، يعني ستايلين هنا هادشي اللي قريناه كله، يعني ممكن انك توظف الجريد سيستيم مع هادي مع هادي وكتريقل داكشي اللي بغيتي. دونك الى هنا كينتهي هاد الفيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة